وأتجه إلى السيد فابريزيو كربوني المدير الإقليمي للشرق الأدنى والأوسط باللجنة الدولية للصليب الأحمر. أيضا السيد فابريزيو معنا عن بعد، وبرضو هستأذن حضرتك سريعا تحدثنا عن ما هو الدور الذي يقوم به الصليب الأحمر تحديدا في مناطق الصراعات فيما يتعلق بمواجهة التغيرات المناخية. شكرا جزيلا لإعطائي الفرصة لكي أتحدث إليكم، وأنا متواضع، أشعر بالتواضع لكي حين أتحدث عن الأزمات المناخية أمام منتدى الشباب. لا يمكن أن نتجاهل أن جيلي هو مسؤول تجاه العالم الذي سيعيش فيه هذا الجيل، وفي الوقت الحالي لا يمكن أن نقول أننا نقوم بعمل عظيم. ولذا فأن هذه الفرصة التي أتيحت لي في هذا المؤتمر والحديث عن المناخ والتغيرات المناخية وهذا يحدث في كل مكان، ولكنه لا يحدث في كل مكان بنفس الدرجة، وبالطبع لا يوجد هناك بناء قدرات للجميع على نفس المستوى. في الواقع نحن هناك دول تتأثر بشدة وهم ليست لديهم القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية نظرا للحروب والنزاعات، وأيضا وحكومات الضعيفة، ولكن كذلك هناك قدرات محدودة لطاقات هذه المجتمعات لمواجهة والتكيف مع التغيرات المناخية. مثلا نجد أن هناك أناس كثير يعيشون في مناطق هشة، وبالتالي فأن كاب 27 الذي سيعقد في مصر هو أمرا مهما للغاية، لأنه لأكثر الدول، لأن مصر لمنطقة الشرق الأوسط ودول القارة الأفريقية أكثر عرضة لآثار التغيرات المناخية، ولذا نحن في حاجة إلى الجهود السياسية للحد من آثار هذه التغيرات. ونحن نحاول كمؤسسة أن نعمل على بناء قدرات المجتمعات المتأثرة لكي يكونوا أكثر مرونة الصدمات التي تحدث نظرا للكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية، وأيضا أن يكون لدينا منهجيات تشاركية. ونحن في منظماتنا نحن نؤمن أن يجب أن يكون هناك احترام للقوانين الإنسانية والتي تعمل على الحفاظ على البيئة الطبيعية، وأن المجتمعات المعرضة لهذه الآثار يجب أن نعمل على بناء قدراتها من أجل المرونة. بالطبع أن التغيرات المناخية هي أمر هام بالنسبة لنا، لأننا على أرض الواقع نرى ضعف وهشاشة الناس الذين يتعرضون لهذه التغيرات، ولكن يتعين أن نصل إلى هؤلاء الناس المهمشة والضعيفة. ولكن نظرا للتحديات في العمل في مثل هذه المحيطات، ولكن نحن في حاجة إلى خلق التغيير. كيف سنتعامل كامل هذه الأمور؟ يجب أن نتعامل على المستوى الاستراتيجي والمستوى التطبيقي حتى نتأكد من أن هذه المجتمعات المهمشة والضعيفة ستتمكن من التكيف مع التغيرات المناخية. ونحن نركز على الوصول المستدام للمياه وإمدادات المياه وكيفية استخدام هذه المياه، حيث نعمل على تنمية الطاقة، على توليد الطاقة المائية، وأيضا أن نسهم في حل النقص الحاد في المياه من خلال زيادة مرونة نظم المياه والتي تم إغلاقها نظرا لنقص الكهرباء أو الصيانة. وأيضا حين بمعنى أننا إذا فشل أحدا يجب أن يعمل الآخر، فإن محطات معالجة المياه
تعتمد على الكهرباء، وإذا لم يكن هناك إمداد للكهرباء فإن هذه المحطات يتم إغلاقها، ويكون أيضا هناك الصرف على المياه. ولذا نحن في حاجة إلى تطوير هذه النظم المائية وأن نعمل على مواجهة أيضا هذه المحطات للصدمات. وهناك أيضا المصايد الحشرات التي نقوم بوضعها، وذلك في المناطق الزراعية، وأيضا إنتاج أعلاف الحيوانات، وأن يكون لدينا نظم ريح حديثة، وأيضا من أجل حماية المجتمعات أيضا من الفيضانات ومن تآكل الأراضي، وأيضا محاولة أن يكون لدينا محطات ضخ للمياه ونظم وتركيب نظم صرف صحي تسهم في القطاع الزراعي. وأعتقد أننا في كاب 27 سنناقش كامل هذه القضايا، وأيضا نعمل أن نكون وأن ألا ندخر جهدا لمساعدة هذه المجتمعات الضعيفة، وأن يكون لدينا أساليب أكثر وأمنا، ونعمل على خلق التغيير. وأيضا نحاول الحد من المخاطر التي تتعرض لها المجتمعات في مناطق النزاعات والصراعات، وأن يكون لدينا إجراءات وتدابير تتعلق بالحد والتخفيف من الآثار المناخية. شكراً.